أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: صرح بعض المسؤولين وزارة المعارف بأن وزارة معتزلة على تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، والسؤال: هل في هذا خطر على عقيدة الولاء والبراء، خصوصا وأن الطفل لا يدرك فائدة تدريسها، وما هي نصيحتكم إلينا تجاه هذا الأمر؟ يعني يدرسون اللغة الإنجليزية وهم ما يعرفون العربية، هذا غلط وهذا خطر على أولاد المسلمين. ينشأون على اللغة الإنجليزية يتركون لغة العربية ولغة القرآن ولغة الشرع، هذا من سوء التربية والانحراف في التربية عن منهجها. هم يزعمون أنهم يربون الطلاب ويسمون تدريس تربية، ليست هذه التربية. إن نحييهم على لغة الكفار وحطانة الأعاجم وهم يجهلون لغتهم، لغة القرآن ولغة دينهم. والواجب عليكم أنكم تكتبون للمسؤولين عن هذه الفكرة قبل أن تنفذ، أنكم تكتبون للمسؤولين لتنافيها ومنعها.